السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع فلكس برو اي اي بيطلع لنا صور جميلة جدا، حبيت اجربه معاكم. فهنا تكتب البرومت اللي انت عايزه، وممكن تقول له انا عايز بالطول او بالعرض المقاس، الايمج موديل تبدأ تختار بقى اللي انت عايزه، بس في حاجات فيهم بيكلفك كريدت. الايمج تبقى بابليك، انا عايزها بابليك مفيش عندي اي مشكلة خالص، تمام. واقول له جنريت، يبدأ بقى يعمل لنا الصورة. تقدر تعملها داونلود وتقدر ان انت تشوفها بشكل جميل اهوت. تقول له جنريت، يبدا يعمل لك صوره تانية، وممكن تقول له اكسبلور هنا للايمج برومت، فيبدا يعرض لك برومت كتير جدا تقدر تختار منه زي ما انت عايز. يعني ممكن مثلا ايه عاجبني البرومت ده مثلا، ادوس عليه وابدا اعدل فيه واخد منه افكار على اساس ان انا اعمل صور ابداعيه، تمام. هو هنا يبدا يعمل لك صوره تانية للقطه، هنديها الجنسية المصرية. فالموقع ممتاز، بيدي شوية صور جميلة، حط لها التراث دوت. فياريت تجربوا الموقع وتقولوا لنا في التعليقات، ولو في موقع حلو زي كده برضو تقولوا لنا. ده image to image، يعني هرفع صورة واقول له اعمل لي فيها تعديل معين، تمام. وتقول جنريت، يعني ممكن ترفع اي صورة وتبدأ ان انت تعمل صور تانية. دي الاسعار بتاعته، تمام. 5 كريدت في اليوم ب0 دولار. انا بعمل ايه عشان ما اضطرش ان انا ادخل في حاجة مدفوعة؟ بعتمد على كذا موقع، يعني كذا موقع كل موقع فيهم لحد ما يقول لي خلاص كده كفاية النهاردة، اروح للموقع الثاني وهكذا، تمام. طيب ده image to prompt، يعني لو انت عندك صورة تقول له بقى اعمل لي البرومت اللي انا من خلاله اقدر اوصل لصورة زي كده، فيبدا يكتب لي البرومت. وعندنا هنا ديزاين وايمج اديتور تقدر تعدل فيه الصورة، تمام. ترفع الصورة وتعدل فيها زي ما انت عايز. فموقع جميل، اتمنى يعجبكم ان شاء الله.